هاي دين. هاي أمجد، ازيك؟ سوري اتأخرت عليك، أنا آسفة جدا. انت لا مفيش حاجة. تشربي حاجة؟ لا شكرا، ثانك يو. أنا بس كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده، فحسيت إن احنا نتقابل أحسن. بخير، اتفضلي. بص يا أمجد، أنت ما ينفعش خالص اللي أنت بتعمله ده. إيه اللي أنا بعمله؟ لا مش فاهم. بطريقتك دي بوسي عمرها ما هترجع لك. وبعدين انا مش شايف ان انت عملت حاجه كبيره قوي كده تستحق كل ده اصلا. كل المتجوزين بيتخانقوا ويتصالحوا عادي، فمفيش داعي بقى لكل الاعتذارات والاسف اللي انت عمال بتقدمهم دول. بوسي عمرها ما هتلاقي زيك، لان انت اصلا مفيش زيك. اشكرك يا امس، مش الدرجة دي. لا انا مش بجاملك عشان تشكرني، انا بقول الحقيقه. انت فعلا مفيش زيك يا امجد. يعني تقدر تقول لي مين بيعمل كده دلوقتي؟ الحب الصادق ده والكرم الزايد ده طبعا، غير الشخصيه، كاريزما، الذكاء. انت فعلا مفيش زيك. ده انا عارفة ان بوسعين عمرها ما قالت لي حاجة زي كده. عشان ملكاك اللي تملكوا الايد تزهدوا النفس، معروفة. بوسي لازم تحس ان انت مش ملكها، وان انت ليك العالم بتاعك الحلوة قوي من غيرها كمان. انا على فكرة بقول لك كده يا امجد عشان ترجع لك. فكرك هي ممكن ترجع لي فعلا؟ ما انا بقول لك اهو، هي مش هتلاقي زيك اصلا. بس هي عمرها ما هتعرف كده غير لما تحس ان انت بتضيع منها فعلا. صدقني دي صاحبتي وحبيبتي وانا عارفاها كويس قوي. بس المشكله دي ان انا فعلا ما عنديش حياه بعيد عن حسين. انا بقالي كتير جدا كل اهتماماتي يا ابو حسين على الشغل. خلاص سيب الموضوع ده عليا، ده انا اتمنى ان انا اكون سبب رجوعكم لبعض. مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. تقول سلمتك نفسي يا تينا. حاضر، سلمتك نفسي يا تينا. برافو، يلا بقى هات الحاجة اشرب. متر اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.